ولا دين في السياسة. اسأل التاريخ عن عبد الناصر، عن السادات، أين هم الآن؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا، أثار دكتور راغب السرجاني الداعية الإسلامي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين أثار حالة من الجدل في صفوف الجماعة خلال الأيام الماضية، حيث قال في مقال لها عبر موقعه على شبكة الإنترنت، قال إن شحن الشباب في قضية الجهاد والنفير والشهادة خطأ فادح، موضحا أن هذا الشحن سيؤدي إما إلى الجهاد في غير موضعه أو اللجوء إلى تكفير الحاكم والحكومة، وهي أمور خطيرة حسب قوله. وأكد السرجاني في مقالة بعنوان الله أعلم بالظالمين، أكد أنه لا يجوز إعلان الجهاد ضد الحاكم المسلم حتى وإن كان ظالما وجلد ظهور الناس. هذا الكلام اعتبره البعض رسالة موجهة إلى الجماعة وبقية التيار الإسلامي، خاصة التي تعارض النظام الحالي، بمراجعة مواقفها وأنها لا تستند إلى موقف شرعي سليم. كما يثير الحقيقة المقال الجدل حول حدود طاعة الحاكم ومعارضته والخروج عليه في الشريعة الإسلامية. إذن حلقة جديدة من سياسة في دين حول هذا الموضوع، ودعوني أرحب بضيوف هذه الحلقة في الاستوديو، الدكتور عصام تليمة الداعية الإسلامي، أهلا بك معنا فضيلة الشيخ. وكذلك الدكتور محمد الصغير مستشار وزارة الأوقاف الأسبق، أهلا بك معنا. دكتور الصغير. الشيخ عصام، بدأ في أو جزء مما جاء في مقالة الدكتور السرجاني، قال أخطر هذه المخالفات أن نخلط بين الظلم الواقع من كفار لا يؤمنون بالله واليوم والآخر وبين الظلم الواقع من المسلمين أنفسهم، لأن هناك فروق فقهية هائلة بين الحالتين. تعقيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية مع تقديرنا للدكتور راغب يعني تاريخه، نحن نتحدث عن المضمون، نحن نتكلم عن المضمون لأن بعض الناس أحيانا تخلط، نحن أن نناقش فكرة بالضبط. لا نناقش شخصا يعني. تمام. بغض النظر من قائل القول، الدكتور رغيف في مقاله وقع في عدة أخطاء فادحة فقهية وأخطاء تاريخية أيضا، اللي هو المفروض باحث في التاريخ. مسألة أن الجهاد لا يكون إلا مع الكفار، ده دلالة على أنه لم يقرأ ألف باء الشريعة. يعني لن أحيل إلى مراجع ضخمة، لكن أنا قبل ما ندخل في قضية الجهاد، عفوا، قضية الظلم، في فرق في التعامل مع الظلم الذي يأتينا من قبل حكام كفار أو من قبل الكافرين، والظلم الذي يأتينا من قبل مسلمين أو حاكم مسلم. يعني هناك فرق بين التعامل مع هذا وذاك في الشريعة الإسلامية أم لا؟ لا، يعني وصلنا سؤال، أنا إذا ظلمني الحاكم الكافر معنى أن أنا مواطن عنده، يعني معناه ان انا مثلا مسلم في اقليه مسلمه في دوله اوروبيه، اذا ظلمني الحاكم الظالم الكافر اللي انا تحت ولايته، هل ده ظلمه اخف من ظلم الحاكم المسلم ليا؟ هل انا لو انا في اقليه مسلمه في فرنسا ظلمني رئيس فرنسا ولا الحكومه الفرنسيه هشيل السلاح ضد فرنسا؟ من افتى بذلك اصلا؟ لم يفتح بهذا الامر يعني، بس عشان ابين في خلط كبير. اتفضل. القضيه اللي هو خلط فيها قال ان الجهاد ضد الكافر غير صحيح، بس يقرأ زاد المعاد لابن القيم المجلد الثالث فيه في بدايته إن الجهاد ينقسم لـ13 قسم، قسم مع الكفار إيه هو، وقالوا في ثلاث درجات مع أرباب الظلم والمنكرات والبدعة، هم من المسلمين. المسلمين هو خلط بين القتال والجهاد. القتال ده حمل السلاح على الكافر، دولة معادية حاربت دولة مسلمة، ده اسم القتال، ده لون من الجهاد. بقية ألوان، وإلا رسول القرآن قال له إيه؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا. سمى الجهاد بالقرآن، الحجاج والمناظرات والدعوة سمى الجهاد. جهاد في 13 نوع من أنواع الجهاد، أنواع الجهاد. منهم القتال وحمل كما يقال حمل السيف يعني. نعم، واحد ده لون اسمه القتال. الجهاد هي استفراغ الجهد، إخراج جهد الإنسان لنصرة الدين ونصرة الحق. وإلا القرآن ما عمل الدفاع عن المستضعفين يتساوى مع الجهاد في سبيل الله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، سواء الدفاع عن الناس دي والحريات فيها يتساوى مع الجهاد في سبيل الله، درجة واحدة.
وكان الشيخ الغزالي الله يرحمه بيعمل اول كتب واهداهاته الاسلام والنهج الاقتصادي اسمه النهج الاشتراكي الاسلام مفترع عليه من الشيوعيين والرأسماليين بيعمل الاسلام في سبيل الله والمستضعفين ان كل كتبه يجاهد بها في سبيل الله والمستضعفين ده يعني الجهاد يعني عباءه واسعه في الاسلام لا يستطيع ان يصنع فده طبعا خطا فادح دلاله على انه لم يستوعب الموضوع جيدا لم يحصر ادواته يعني مع حسن النيه طبعا نقول هذا الامر انه خلط ما بين الجهاد والقتال فاخطا ومن في الحراك الثوري اللي على الارض ما الناس بلا سنه في الشارع مين قال ان احنا بنجاهد ضد كفار ولا بنقاتل ضد دوله كافره ولا حاكم كافر ده يعني لا يوجد ده يعني الناس بتعاني ان ازاي بعد كل اللي عمله السيسي ده ما كفرهوش يعني قتل واغتصاب واستحلال طيب. وعمل كميه من الندله وثقافه الندله في الشعب الان ومنع صلاه الجمعه على المسجونين وما حسيت لم يكفر احد نفس سؤالك يا فضيله الشيخ هل فرق الاسلام بين التعامل مع الظالمين من غير مله الاسلام والظالمين من المله ومن الاسلام فرق بين هذا وذاك في كيفيه التعامل والتعاطي معهم ام لا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا فلا تظلموا تظلم. نعم. فقضية الظلم محرمة الله عز وجل حرمها فسواء صدرت من حاكم مسلم أو من حاكم فاسق أنا علي أن أرد هذا الظلم على نفسي وأن أضع بين يد حضرتك حديثين الحديث الأول ذكره الخمسة إلا ابن ماجه من طريق سعيد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون دمه فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد يبقى المال العرض الدم من قتل دون دينه فهو شهيد في زيادة ذكرها الإمام النسائي من طريق سعيد بن مقرن قال فيها صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمته فهو شهيد يعني من جاهد دون مظلمته من قتل دون مظلمته أي من خرج ليجاهد في رفع الظلم كما تفضل الشيخ عصام قضية الجهاد الناس بتحصرها فقط في رفع السيوف في ميدان الوغى لا الجهاد له مناطق متعددة وهذه الرواية ترد وتنسف كلام الفتوى أو الرسالة هذه من الأساس من قتل دون مظلمته فهو شهيد يعني أنا لو وقع علي ظلم من أي نوع وخرجت لأدفع هذا الظلم عن نفسي فأنا مجاهد فإن مت فأنا شهيد في هذا الأمر من قتل دون ماله أيضا كذلك من قتل دون عرضه فهو كذلك النقطة الأخطر في الرسالة اللي هي رسالة والله أعلم بالظالمين ليته حدد لنا من الظالم ابتداء يعني كان يبقى فيه عنده نوع من الإنصاف لو قال هذا الرجل ظالم وخائن أو نقول ظالم فقط اغتصب النساء في المدرعات كما هو ثابت وأثبتت المنظمات الحقوقية ما يفعل بالحرائر في مصر هذا الرجل ظلم 41 ألف معتقل شرد 90 ألف موظف من الإسلاميين قتل ما يزيد عن 6000 أو 13000 حسب ما ذكر محمد البردعي نائب رئيس الانقلاب في هذا الأمر الأمر المروع فيما ولغ فيه صاحب الرسالة أنه تحدى علماء الدنيا وتجرأ بمعنى تجرؤ فاحش ما كان ينتظر من أمثاله في واحد رمضان اللي هو رمضان الذي بعد الانقلاب مباشرة في مدينة اسطنبول اجتمعت 15 هيئة علمية جامعة هيئة علمية يعني ينضوي تحتها آلاف إسلامي. العلماء إسلامية كلهم وقفوا مع نضال الشعب المصري في رد الانقلاب فكيف استطاع أن يخرج من ربقة هؤلاء ومن مظلة هؤلاء ده في أمر أكبر الأستاذ الدكتور علي القرداغي نائب رئيس الأمين العام ذكر لي أمامي وده في لقاء تلفزيوني قال لما حدث الانقلاب أردت أن أرسل رسالة باسم علماء المسلمين قال فأرسلت إلى 60 جمعية إسلامية على مستوى العالم الإسلامي كله ينضوي تحتها 80 ألف عالم ما رأيكم فيما حدث في مصر فأجابوا جميعا 80 ألف ما عدا سبعة السبعة دول علماء مع الانقلاب ذكر أسماءهم كعلي جمعة وكريمة وغيره 80 ألف عالم من 60 ألف جمعية قالوا الذي حدث في مصر انقلاب وينبغي أن يسعى لإزالته طيب
هو واضح الاختلاف هنا ما بين كيف نسعى لإزالة هذا الانقلاب. لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيد حامد العطار الباحث في الفقه الإسلامي. أهلا بك معنا سيد حامد. نعم واضح أن احنا فقدنا الاتصال بيننا وبين السيد حامد، سنعاود التواصل معه مرة أخرى. فيما جاء في هذا المقال الشيخ عصام قال أني في الوقت، الدكتور راغب بيقول الوقت الذي نجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن الجهاد وهو أعلى تصعيد يمكن أن يتخذ على دولة قريش الكافرة وزعمائها الكفار أمثال أبي جهل وغيره، فتنتج غزوات ضخمة كبدر وأحد الأحزاب وتسيل دماء وأسقط شهداء. في الوقت الذي نجد مثل هذه التضحيات الرائعة نجد أحيانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالتعامل مع ملف الحاكم المسلم الظالم بطريقة مغايرة تماما قد لا يستوعبها على الإطلاق من نظر إلى ملفات تعامله مع الكفار. وأكد كلامه في هذا السياق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل عن سيدنا حذيفة بن اليمان اللي في نهايته بيقول السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم البعض الخير شر إلى آخره، قال كيف نصنع معهم، كيف أصنع يا رسول الله مع الظالمين من الحكام المسلمين؟ قال إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يبقى إذن قتل، حرق، دخل الناس المعتقلين السجون وفقا لهذا الحديث بهذا الشكل الذي أورده راغب السرجاني، تسمع له وتطيع، لو ضربك وأخذ مالك فاسمع له وأطع. إذن الرجل أتى بحديث نبوي يؤكد فيه صحة ما ذهب إليه. طيب إيه رأيك لما أنا أكل ربا شوية بس صغيرين، حلال ولا حرام المنطق ده؟ حرام طبعا. لا حلال، حلال يا فضلة الشيخ. بالمنطق ده ربنا بيقول لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة، أنا أكل شوية صغيرين، إيه رأيك بالمنطق ده؟ هو ده الخطأ مش الخطأ؟ لا فهمنا بالراحة. أيوة أنا متعمدها يعني. مع بعض فأنتوا كده بترد على بعض. ده بقى يعني إيه اللي يخبي حتة ويديك الباقية، ما يقصدش الدكتور إذا كان إلا إذا كان يقصدها يبقى ياخد فوق دماغه. أنا آسف يعني أي باحث في الدنيا من أدوات البحث اللي وأبجدياته إذا تناولت موضوعا يجب أن تلم بجميع أطرافه، فلا تأتي بطرف وتترك. هو زي ما قلت كده لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة، تم بعده نسخت، ده كان تدرج، نسخت بإيه؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، قليل وكثير فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. هو ده نفس النص في الحديث. أولا نمسك سند الحديث، حديث في صحيح مسلم، الزيادة اللي في النهاية دي قال عنها الدارقطني وهو من أعلم أهل الأمة بالعلل، إنها زيادة مرسلة وضعفها. الزيادة اللي خاصة إن جلد ظهرك وأكل مالك ومش عارف كلك على أفاق دي كل ده. نعم يعني الزيادة دي ضرقتني أنا قرأت ذلك. نعم وفق النووي، والنووي في ذلك الزيادة مسلم. دي مضاعفة. نعم ده بداية. طيب ده حديث واحد في صحيح مسلم، المفروض نجيب بقية الأحاديث اللي باب الصبر على الحكام. خلاص ده بالأول يعني. ونفس الحديث في صحيح مسلم جايب عن الحكام الظلمة، إني من أنكر بلسانه فيكون فقد يعني برئت ذمته وبقلب برئت الذمة إلا من رضي وتابع، دل عليه الإثم والوزر. ده نص. طيب النصوص اللي يستشهد بها هذا الفريق في فقه الصبر على الحاكم للأسف يخلطون هنا بين نصوص وردت في السمع والطاعة لأمير الحرب مش لأمير السلم. أمير الحرب في الفقه الإسلامي معروف أنه يعين ولا ينتخب، في فرق بين الاثنين عشان نوضح. عشان نوضح بس نوضح في الفقه الإسلامي في فرق بين أمير، لأن الرسول لم يكن على عهده أمراء إلا أمراء الحرب. ما فيش عهد رسول أمير حاكم يعني. فالمقصود حتى أمير وتطيع للأمير أمير الأمير أمير الحرب اللي هو قائد الجيش. قائد الجيش ببساطة يعني. أيوة. مش الأمير اللي هو الحاكم أو السلطان الحاكم. أو من ينوب عن السلطان. وهجيبها دلوقتي بالأدلة دلوقتي. فقه الحرب، الصلاة غير الصلاة يعني صلاة صحيح. الخوف صحيح. طيب الحدود لا تقام في تعطل الحرب في الحروب أثناء الحروب ماشي. نعم. أمير الحرب لا ينتخب لأن لو انتخبناه هنجيب أي واحد مساهوك حنين طيب طرى علينا فنختار فتضيع الدنيا. لا لازم يكون رجل فني فيختار. لا يعارض أمير الحرب، لو كل عسكري طلع برأي معناه الجيش ده يضيع فلازم كله يمشي ورا الخطة. طيب أمير السلم لا يأتي إلا بالانتخاب، بل قال العلماء من أسباب العزل ألا يأخذ بصور الناس. طيب
أمير السلم حتى أمير الحرب نفسه اللي اتقال في الكلام ده قال إيه في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما الطاعة في المعروف. ولما جه واحد أحد الأمراء والأوقد نارا أمرهم بأمر عصوا فأوقد نارا قال ألقوا أنفسكم ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ حديث صحيح مسلم رأى صحيح صحيح ماشي. فرفضوا فقالوا ما أطعناه إلا لنخرج منها. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أخطأتم؟ اسمعوا طبعا إن جلد ظهرك وكذا قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها. لو كانوا رموا نفسهم كانوا دخلوا النار كانوا كملوها من الدنيا للآخرة في النار. إذن ده حتى الأمير فيه النصوص بتقول إيه؟ فإن كرهت أو فاسمع فإن كرهت من الحاكم شيئا فاسمع اللي هو الأمير الحرب. طب إن كرهت يعني إيه؟ يعني أختلف معاه في سياسته في إدارة الكهرباء تقطع 12 ساعة ولا 5 ولا 3 ولا ساعة ده ما تكره. لكن عند حدود الله وانتهاك الحرمات ما فيش ما أكره. عندما يكره الله ده يتحرق هذا الحاكم ما فيش حاجة اسمها طاعة له. سيدنا عمر لما قال أرأيتم لو أني ملت هكذا بس وقف واحد قال لو ملت هكذا لقمنا عليك بحدث وفعدلناها هكذا عدلناها لك بسيف. أعتقد حتى في خطاب التولية لسيدنا أبي بكر الصديق استقام قوموني فقال سنقومك بحدث فقال الحمد لله الذي قال شوية إرهابيين متطرفين ولا جبتوا سيوف دي منين ولا قطر بعت لكم شوية سيوف حصلش. فالشاهد أن حتى هذا الأمر اللي في أمير الحرب حتى نفسه حينما يخطئ سيدنا عمر حاكم سيدنا أبي موسى الأشعري لما لطم جنديا واقتص للجندي من الأمير الشاهد أني الشاهد هذا النصوص حتى تجمع وردت في سياق معين ومع ذلك أمير السلم كما قلنا حتى أمير الحرب إذا كان في غير المعروف وإلا تم نسمع وتطيع. تم ابن عمرو بن العاص جلد القبطي مش ده ابن الأكرمين وابن الحاكم واسمع وإن جلد ظهرك وجلد ظهرك طيب لما راح لسيدنا عمر ما نصش ليه على الحديث ده ومسكه وقال له اضرب عمرو على صلعتي اللي ضرب الابن والاب وقال انما استذلك بملك ابيه. قبل ان اذهب اليك فضيله الدكتور الصغير عاد الينا السيد حامد العطار الباحث في الفقه الاسلامي ورحب بك معنا سيد حامد. اهلا بك اخ. نعم سيد حامد لعلك يعني كنت تتابع النقاش من أوله والحديث حول مقالة والله أعلم بالظالمين للدكتور راغب السرجاني فيما ذهب إليه الدكتور راغب السرجاني أن هناك طريقة مختلفة في الشرع للتعامل مع الحكام الظالمين غير الحكام أو غير الكفار حتى بعد ما أورد الحديث ولو يعني ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نعرف اشتياقه إلى الجهاد هو الذي يأمر حذيفة رضي الله عنه بالسمع والطاعة للظالم والفارق أنه مع أبي جهل وقريش يتعامل مع زعيم كافر ودولة كافرة وفي الموقف الثاني يتعامل مع حاكم مسلم ولو كان لا يهتدي بهديه ويتعامل مع حكومة مسلمة ولو كان فيها رجال لهم قلوب الشياطين. الرجل ببساطة شديدة يقول تعامل مع الحكام الظالمين اسمع لهم واطيع حتى لو أخذوا مالك ولو ضربوا ظهرك. ما رأيك من الناحية الشرعية والفقهية في هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أقول هذا الكلام يختلف مع نصوص السنة يعني ليس معنى السنة ولكن نصوصها. فمثلا عندنا حديث في صحيح مسلم يتكلم عن أن الأئمة سيجورون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسيظلمون فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أناس من الأئمة يعني يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقول الحديث فمن باعدهم بيده فهو مؤمن. انظر الحديث يوصي بالجهاد حتى استعمال الكلمة فمن باعدهم بيده فهو مؤمن ومن باعدهم بلسانه فهو مؤمن ومن باعدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. بنص الحديث الأمة مأمورة أن تجاهد هؤلاء المستبدين وهؤلاء الظالمين حتى لو كانوا مسلمين يصومون ولا يمنعون النساء صلاة ولا صياما. لا يوجد عندنا أمام الظلم لا نفرق أمام الظالم لا نفرق بين مسلم وبين كافر. هذا عند الله عز وجل يثيب المطيع والمسلم ويعذب الكافر يوم القيامة. أما أنا في الدنيا فأستفيد من عدلك
أريد عدلك حتى تبرهن لي على أنك تقيم إمارة إسلامية وأدعك وشأنك، ولكن أمام الظلم لا أستطيع أن نفرق بين هذا وذاك. أيضا الدكتور راغب قال إنه لا يوجد استثناء واحد، هو الدكتور راغب تحوط حينما استخدم كلمة الجهاد الصريح، يعني يقصد القتال، يقول لا يوجد في الشريعة استثناء واحد أجاز فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجازت الشريعة استخدام القتال أو الجهاد الصريح. هذا غير صحيح، القرآن نفسه أجاز القتال في بين المؤمنين حينما قال الله عز وجل فَأَصْلِحُوا من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه الفئة التي تبغي تريد أن تستلب الحكم من الرئيس العدل، العدل ده مفهوم الكلمة قديمة مفهومها الآن أي الرئيس الشرعي، تريد أن تستلب منه الحكم. ربنا يقول فقاتلوا التي تبغي، وسماها مؤمنين، سماها مؤمنين ولم ينفي عنهم صفة الإيمان، وأصلا ورد في السنة الأمر في كثيرة بقتال خارج، مع أن أولاد خارج وخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة ليس نحن، الصحابة أنفسهم يعدون صلاتهم ليس شيئا بجوار صلاتهم، ويعدون صيامهم ليس شيئا بجوار لا. صيامهم، ولكن لأنهم مخرجون على الأمة. طيب يا سيد حامد، الحقيقه في اشكاليه على الاقل في الجزء الاخير من مكالمه حضرتك، فنيه في الصوت، يعني واضح ان هي من المصدر، فانا يعني نجعل زملائنا يتواصلون مع حضرتك مره اخرى حتى يكون الصوت افضل، ونعاود النقاش معك فيما تذكره الحقيقه كلام فوق فكره، لعل فكره يعني وضح الشيخ والسيد حامد فكره الاطاعه والضرب الظهر، هل لك في هذا السياق كلام قبل ان نتحول للنقطه؟ نعم يعني حتى نكون قد اقفلنا هذه النقطه، لانه حديث مسلم، وانا ما كنت يعني اتوقع واحد مثل صاحب الرساله مشهور عنه التدقيق في البحث انه يعتمد على روايه منقطعه ويتركها هكذا وكانها من صحيح مسلم، هذا خطا علمي شنيع. لكن هب أن هذه الرواية صحيحة، وهذا السؤال ليس من عندي وإنما قاله الإمام ابن حزم أحد كبار أئمة المسلمين، قال هب أن هذه الرواية صحيحة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. قال هل يعقل أن الإسلام الدين الذي يدعو إلى دحر الظلم ورفض الظلم أن يدعو إلى هذا الخنوع؟ قال إن جلد ظهرك في حد، فيه هنا محذوف، إن جلد ظهرك في حد أو أخذ مالك في حق، ده لو ده انا بمشي معاه الى ابعد الحدود، ان جلد ظهرك لا تهرب منه، ده الحد ده تنقيه لك، وقوع العقوبه لك، تطهير لك في الدنيا، او اخذ مالك كان ذلك على حق، انا اخذ، يبقى عليك ان تسلم لهذا الحاكم. في قضيه اخرى، الجهاد الذي يتحدث عنه صاحب الرساله، نحن اي نوع من الجهاد يمارسه الناس في مصر الا نوع من الانواع الثلاثه عشر التي ذكرها الإمام ابن القيم، اللي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى حاكم جائر أمره ونهاه فقتله، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى حاكم كافر، إنما جائر هي ظالم، يبقى الحاكم الظالم أقوم إليه وأنهاه عن ظلمه، وإن قتلني فأنا بأعلى المنازل عند الله، لست شهيدا عاديا. يعني الإسلام، معلش، لأن برضك يعني الإسلام دين واقعي إلى حد كبير ويتعامل مع الواقع ومع المنطق بشكل كبير. طيب حاكم النهارده معاه كل أدوات القوة والبطش، هل الإسلام قال في هذه الحالة لا تعالى نهادن هذا الحاكم، يعني نتكلم معاه نسكت عن افعاله لغايه ما يعني ربنا يكرمنا بحاكم تاني افضل، فيعني نتكلم ولا على حضرتك من الواقع القريب، لانه ممكن نتكلم عن الصحابه او صلاح الدين يقول لك دي امثال خلاص لا نستطيع الان. الامام المحقق المفسر الطاهري بن عاشور عالم تونسي مات قبل 1973 ميلادي، الحبيب بورقيبه كما هو مشهور قرر أن يعطل فريضة الصيام لأنها تقلل الإنتاج، وأراد أن يبصم عليه هذا العالم كما يفعل علماء السلطان مع الإلحاح، وأن يكون على الهواء في التلفزيون التونسي، فخرج الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور ليتلو بيان تعطيل فريضة الصيام وهو مهدد بالقتل والحرق وجلد الظهر. قال بيان بشأن الصيام من الإمام الطاهر بن عاشور يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وكذب برقيبة، صدق الله وكذب برقيبة، صدق الله وكذب برقيبة، قبل ما يقطع على الهواء. وأعلن هذا الموقف، هذا هو الإسلام وهؤلاء هم علماء الإسلام. حتى ضرب ظهرك وأخذ مالك، لا، حتى لو مشينا مع هذه الرواية المنقطعة الضعيفة التي قال عنها الدارقطني ووافقه الإمام النووي، هل الذي حدث في مصر ضرب ظهر وأخذ مال، ولا اغتصاب أعراض كما هو ثابت، أم هو حرق جثث للأحياء؟ أنا قبل ما أجي لحلقتك هنا كتبت حرق جثث في مصر، وكتبت حرق بصفة عامة. تكتب حرق يطلع لك ربعة، تكتب حرق يطلع لك النهضة، تكتب حرق يطلع لك مصر. حرق الأحياء جريمة لم تفعل إلا عن طريق عبد الفتاح. طيب، سعيد خليل السيسي. عاد علينا السيد حامد العطار. يا سيد حامد، هل الإسلام راعى فكرة الحاكم المتمكن الذي معه كل أدوات القوة وكل أدوات البطش، وقال هنا يجب أن يكون التعامل معه في إطار مختلف وليس منابذة هذا الحاكم، لأن هذا سيؤدي إلى إسالة الدماء ولا إعلان يعني الحرب أو الجهاد؟ أنا مش عايز أتكلم في حتة الجهاد بالسيف لأنها مش واقعة في واقعنا المصري، حتى يعني ما نجيبش نماذج غير واقعية. هل الإسلام تحدث عن ذلك، فرق ما بين الحاكم المتمكن صاحب أدوات البطش وبين غيره في طريقة التعامل معه وفي طريقة منابذته أم لا؟ نعم، هو كما تقول لا يوجد أحد الآن في أرض مصر من أنصار الشرعية يقاتلون بسيف ولا حتى يقاتلون بعصا، ولكنهم يتظاهرون تظاهرات سلمية، يأخذون يعني يصرون على إعلانهم رفض هذا الواقع المفروض عليهم بالقوة. لكن إذا تحدثنا عن الأصل، عن مجابهة مثل هذه الأنظمة الاستبدادية، هل يجب هذا الأمر؟ نعم يجب، إذا ما رجي من ذلك خير ورجيت من ذلك مصلحة. فالجهاد نفسه بغض النظر عن الجهاد ضد الحكام، الجهاد ضد الكفار مرتبط بالمصلحة. إذا ظن المسلمون أنهم لن يجنوا من وراء الجهاد ثمرة وأنهم سيموتون وسيفنون كما رجع سيدنا خالد بن الوليد في موته، طبعا يرجعون وحتى يعني يتمكنوا من إعادة أنفسهم وإعادة صفوفهم. لكن هذا الأمر ليس مطروحا في مصر، لا نتحدث عن قتال موازين قوى، ولكننا نتحدث عن مناوشات سياسية، نتحدث عن عصيان مدني. هذا بالإمكان، هذا بالإمكان، بإمكان هؤلاء السائرين، ولا يزالون سائرين في الأرض ويفعلون ذلك كل يوم وكل ليلة. ولذلك أنت يعني عقبت على مقال الدكتور راغب السرجاني يا دكتور حامد، وقلت لماذا غضب الإخوان من مقال راغب السرجاني؟ الدكتور قال وبين هذين الموقفين، موقف الجهاد الصريح وموقف السكوت التام، وهناك ردود أفعال كثيرة موصوفة في السنة النبوية. وأكملت لك أن تشرح لنا سريعا هذا التعقيب وبقيته. أنا قلت إن مقال الدكتور راغب ليس فيه أخطاء ضد الإخوان ولا ضد ثوراتهم الآن وتظاهراتهم وحراكهم السود، لأنهم بالفعل يقولون إنهم يعني يعيشون ثورة سلمية لا صوت فيها للرصاص ولا مكان فيها للرصاص. فهو يقول لا قتال وهم يقولون لا قتال، هو يقول هناك ما دون القتال حتى السكوت أمور تنظر وتعرض على الشرع، وهم يفعلون ذلك. ولكن أنا قلت في المقال أخطاء علمية قاتلة وأخطاء تاريخية قاتلة. فمثلا عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية مصر في الزمرة التي تقول نحن نسكت على الحاكم الظالم، يعني كان يظلم بعض الأفراد وكذا، ما أقام دين الله عز وجل وكتابه. هو معدود في هؤلاء، ولكنه بالرغم من ذلك هو الذي قاد قتالا مسلحا ضد التتار الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وحكموا بلاده باسم الإسلام. قادت ضدهم ثورة مسلحة لأنهم أعلنوها اسما ولم يعلنوها مضموما، لأنهم كانوا يظلمون الناس وفقط يعلنون هذه الكلمة تقية ولا يتورعون عن ظلم الناس وأخذ أموالهم
ضم المسلمين عامه. ابقى معي سيد حامد، سأعود اليك فيما يخص الجزء الخاص الذي تحدثت عنه، ان هناك اخطاء في حق العلم وفي حق التاريخ وقعت فيما قال الدكتور رغب سرياني. هنا فقط مشاهدينا، اننا حاولنا يعني بشتى الطرق والوسائل ان نصل الى الدكتور رغب السرجاني، لكن لم نصل اليه تماما، واصلنا الى احد من هو من المقربين له، وقال الرجل يعني يرفض تماما فكره الخروج الاعلامي بشكل عام يعني. طيب شيخ عصام، فيما يخص يعني الدكتور مصطفى النجار الناشط السياسي المعروف، بيقول ان الدكتور السرجاني كان هو متخوف من فكره دعشنه الثوره المصريه، متخوف من فكرة التكفير الحاكم التي من الممكن أن يقع فيها بعض الشباب تحت وطأة الظلم والعسف الذي يتعرضون له، وبالتالي كتب المقال من هذا المنطلق. أليس كلام منطقي؟ الراجل بيقول للثورة بلاش تتحول لثورة مثلحة ودعشنة، بلاش تكفير وسيروا في طرق أخرى. كلام يبدو الحقيقة منطقي يعني. لا، ده كلام غير صحيح. بمعنى إذا الناس الشعب ما كفرش عبد الفتاح السيسي بعد القتل والاغتصاب في رمضان، القتل في رمضان والاغتصاب، باقي إيه هنكفروا عليه أصلا؟ لو إحنا بتوع تكفير، لو الشعب اللي في الشارع ده بتاع تكفير هيكفر، أو اللي بيحركوهم بتوع تكفير. إذا تم اغتصاب ولم يكفلوه، وتم قتل ولم يكفلوه، وتم سطو على الأموال ولم يكفلوه، وتم حرق جثث ولم يكفلوه، باقي ايه يعملوا؟ باقي يجيب صنم لهبل ويعبدوا عشان يكفروا؟ خطوره ان ندخل في هذا النفق المظلم الخاص بالتكفير، ولا موضوع كافر ولا مش كافر ولا اذا اللي فلت من التكفير بكل اللي عمله ده كله مع الناس، دماغ الناس ما جابتش تكفير معاه في السكه دي. فهمت قصد حضرتك. اذا دماغ الناس ما وصلهاش لان يكفر في قتل وحرق واغتصاب وسرقه وحرق جثث كويس واغتصاب اطفال، انت لسه امبارح جايب في كوميدي جايب اطفال في الاحداث بتغتصب. اذا الشعب اللي هو دول اولادهم نفسهم ما كفروهوش على ده، ابناء الشهداء واسر شهداء رابعه اللي خدوا جثثهم متفحمه، في حد فيهم كفر هذا المجرم؟ ما حدش كفره. مش معناه ان احنا يعني بتحفظ طبعا على بعض الاوصاف. لا مش لا، ده لفظ قراني مجرم. بتحفظ انت بقى، انت حر، ده مجرم وستين مجرم. وما نقولش عليه مجرم يبقى مجرم، انا اسف في اللفظ يعني. الذي لا يحكم باجرامه مجرم مثله، شريك في الاجرام معاه. انا مش بقول مجرم بمعنى ده العم المجرمين اللي في الشارع، اصل المجرم ده بيعمل ايه؟ نكمل في بيسرق سندوتش، بيسرق في اتوبيس، ده بيسرق شعب، بيسرق امه، بيسرق حقوق الناس اكثر يعني. يعني اللي بيتحرش، لكن انت مش خايف من فكره الدعشنه وفكره التسلح وفكره التكفير؟ انت شايف لا، ان الثوره المصريه تخطت ذلك والشباب تخطوا ذلك يعني. الا اذا كنا نقصد نقطه، الا بقى لو واحد يقتص في قضيه اغتصاب، ده ما تقوليش ده عنف، ده الخطا اللي هنا هو الناس بتغلط فيه يعني. بس بمعنى كده يترك الحبل على الغارب وكل واحد يروح يقتل اي حد ويقول لك ما قلناش، ما حدش عمري ما حد قال اي حد. انا عايز تجيبوا لي واحد داعيه او شيخ من منظري هذا الحراك الثوري قال ان المغتصب اي حد يروح يقتل، قال يقينا ويتعرف ويتيقن، واذا لم يحاكم ساعتها حق. وده مش كلامنا، ده فتوى دار الافتاء يا علي جمعه، فتوى نصر فريد واصل، فتوى سعد الهلالي، فتوى المجلس العسكري في ابريل 2011 يعني. ده الشرع، فهعمل غير بدل الشرع لعله مخافه الناس. فكره انا ساقرا لك بعض الكلام، السياقات التي جاءت في مقال للدكتور راغب السرجاني، كان من العام 2011 تحديدا يوم 9/2 نشر هذا المقال قبل خلع مبارك بيومين، ويوم 22/2 في نفس الشهر 2011. الكلام الحقيقه يبدو مختلفا تماما عن ما ذكر في مقاله الأخير. بيقول أني يعني فكرة الكفر البواح والمعصية البواح أن العلماء متفقون على حرمتها، وهذا معنى جميل ودقيق وصريح إلى آخره، ولكن أضيف أن هذا الكفر أو المعصية معلن به ومجاهر به. وبيقول لا يجوز لنا أن نتجسس على الحكام الضمير أو المعاصي الظاهرة. أما فيما يخص لو ظهرت معصية كانت سببا في تفشي المعاصي في الشعب، فما بالكم ما بين
يشجع على المعاصي ولا يكتفي بإظهارها، فهذه جائزة تعطى لأديب منحرف يتغدى على أصول الدين، وهذه هدية تعطى لفنانة تتكشف وتتعرى أمام الشعب بكامله، وهذا ربا يشجع، وهذا بنك إسلامي يعطل، وهذا حجاب يخلع، وهذه لحية تحلق، وهذا مجرم في أجهزة الأمن يعذب المعتقلين السياسيين فيكافأ ويرتقى به أو يرتقي في المناصب، وهذا رئيس تحرير ينافق فيكرم. هذا هو الكفر البواح أو المعصية البواح اللي بيقول الكلام دوت الدكتور راغب السرجاني، ظهورا بلا حياء وإعلانا بلا خجل، وليس التحذير في الخروج على السلطان لمثل هذه النوعية من السلاطين اللي بتقوم بالأعمال دي اللي احنا قريناها، بل هؤلاء ينبغي للمسلمين الصادقين، اسمعوا الكلمة اللي جاية، أن يبذلوا الجهد والفكرة والمال واللي أهم من كده النفس لينقذوا أنفسهم والأمة من حكمه، فما لهذا العبث خلقنا. ده كلام الدكتور راغب السرجاني في 9/2/2011. هل ممكن أن يتغير رأي العالم أو الفقيه أيا كان من عام لآخر لظروف مختلفة؟ ده وارد، كانوا يقولون أن الإمام الشافعي غير فتوى في مصر عن شمال إفريقيا أو في التوقيت حتى، يعني أمر تغيير الفتوى ده أمر قتل بحثا، وإحنا لسنا بصدد فتاوى فقهية أو شرعية، إحنا بنتكلم في وجهة نظر. أنا حضرتك ختمت بكلمة وإلا كان هذا عبث. كلمة هذا عبث، هذا المقال إما المقال ده عبث إما المقال بتاع النهاردة عبث، وهو المقالين ما يمشوش مع بعض، ما ينفعش يبقى ده عبث والأول الحق، إنما لابد أن أحكم على أحد المقالين بالعبث. دي أول حاجة. شيء ثاني، أنا عندي ما هو أكبر من هذا المقال. الدكتور راغب السرجاني بعد ثورة تونس وقبل أن يكتب لثورة يناير النجاح الجزء الذي حدث، أول شخص ألف كتاب عن ثورة تونس، هذا الكتاب مطبوع وموجود في مصر، كتب عن ثورة تونس ويقول ينبغي أن تفعل هكذا الشعوب، وينبغي أن تزلزل عروش الطغاة، وينبغي أن يخرج الناس إلى الشوارع. كتاب كتبه في شهر وله معاونين في البحث العلمي أعانوه أن يخرج كتاب في شهر عن مدح ثورة تونس وما ينبغي أن يسير عليه الناس في الربيع العربي. أنا عايز أقول نقطة مهمة جدا، لما حضرتك تكلمت أنه خايف أنه الثورة المصرية تتعدى إلى ما هو أكبر. الثورة المصرية الكل يشهد بأنها سلمية، والسلمية هذا خيار الناس الموجودين على الأرض، ونحن لا نستطيع أن نملي عليهم رؤية أو رأي، هم الموجودين على الأرض في مصر هم أولى الناس بالرأي، لأن هم اللي بيخرجوا في الشارع وصدورهم تجابه الرصاص. لكن لما أتكلم على الناحية الشرعية، هذا تكتيك فقط، أنا أعدوا لهم ما استطعتم، اللي أستطيع أني أخرج أجاهد باللسان، لكن أنا لو عندي قدرة أعدوا لهم ما استطعتم ده من قوة للكفار. لا يا سيدي يا سيدي، أنا عايز أقول لك حاجة، أنا عندي تحفظ على بعض الكلام اللي قاله الشيخ عصام تليمة، ربما سرقة المال هذه لا تكفر، ربما الاغتصاب إذا كان بيغتصب من أجل نزوة لا يكفر، لكن من اغتصبها لإذلالها على إسلامها هذا يخرج من الملة، وهذا كلام أنتم أزعتوه في هذا الكلام ومحقق وذكره فضيلة الشيخ عصام تليمة. في أمر آخر، فضيلة الشيخ العالم المحقق القاضي المحدث الأزهري الشيخ أحمد شاكر له فتوى شهيرة في كتابه كلمة الحق، أن من تحالف مع أعداء المسلمين في حربهم وكان عونا لهم على المسلمين خرج من دائرة الإسلام. هذا الكلام مذكور أيضا في فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وحصار المسلمين في غزة واضح للعيان، وتعاون سلطة الانقلاب مع اليهود أشاد به نتنياهو وهو لا. في نقطة مهمة أنا عايز أقول، أنه هب أن عندنا قوة لما هو أكثر، لا هذا موجود شرعا عندنا هنا. الإمام ابن حزم يقول الإمام العدل كما تفضل الدكتور العطار، العدل اللي هو يقيم العدل الآن اللي هو المنتخب الذي ارتضاه الناس، الإمام العدل إذا قام عليه فاسق، يعني خرج عليه واحد فاسق فأزاحه عن الحكم، إن استطاع المسلمون أن يسلوا سيوفهم للدفاع عن هذا العدل ودحر الفاسق فعلوا. هذا هو الشرع. طيب وقال خلي بالك، هو بيتكلم عن قام عليه فاسق، لم يقل قام عليه نعم كافر.
أنا ما قرأته الآن هي كان عنوان لمقال أو بحث للحقيقة نشر على جزئين على الموقع الخاص بالدكتور راغب السرجاني وهو ما يعرف بقصة الإسلام، وكانت هذا البحث اسمه جاء تحت مسمى إنها ليست فتنة. لكن طيب أعود سريعا للسيد حامد العطار، وكنت قد ذكرت بعض مما وقع فيه الدكتور السرجاني من أخطاء على المستوى الشرعي وعلى مستوى التاريخ، ماذا غير ما ذكرته آنفا؟ أحب أن أتكلم عن المخاوف التي تتخوفها أستاذ أحمد أن إثارة الدانس وعملهم الثوري هذا ضد الانقلاب ربما يؤدي إلى التكفير وغير ذلك. أنا أقول إن المظلوم لا ينظر إلى دين ظالمه. المسلمون في مطلع الدولة الإسلامية ثاروا على يزيد بن معاوية، وهو ابن معاوية الصحابي ابن أبي سفيان، ثاروا عليه لأن عماله اللي كان بيعينهم من العمال من الرؤساء كانوا يظلمون الناس وكانوا يقتلون الناس دون ذنب وكانوا يظلمونهم، فلم يمنع الناس وقد صاروا عليه في موقعة الحرة في المدينة وفيهم بقية الصحابة والتابعون والسلف الأول، لم يمنع هؤلاء الثوار نسبوا يزيد من معاوية ولم يمنعهم صلاح يزيد في نفسه، ولكنهم نظروا إلى ظلمه ونظروا إليه حينما يعين الظالمين عليهم. الدين لا يقف عقبة والنسك لا يقف عقبة أمام المظلوم، المظلوم ينظر إلى الظالم وإلى فعله ولا ينظر إلى دينه. هب أن هؤلاء الانقلابيين سموا أنفسهم وتسموا وانتسبوا إلى يعني حتى لو كانوا أحفاد عمر بن الخطاب وكانوا يظلمون الناس وكانوا يفعلون هذا، تمام. فقضية يعني لا تخف من موضوع التكفير وغيره، ولكن المظلوم لابد له أن يصرخ، المظلوم لابد له أن يصرخ حتى يحصل على حقه، وإلا كنا باسم الدين نكمل على المظلوم ونجهز على الجريح باسم الدين ونقول له مت كمدا وظلما وقهرا وهذا طيب. ليس سيد حامد الحقيقة يعني قبل أن تسترسل في حديثك كان هناك الحقيقة يعني أثير جدل حول هذا المقال مما جاء في يعني دعما للدكتور راغب السرجاني القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين مختار نوح، بيقول إن المقال دوت هو حول ضرورة إعادة جماعة الإخوان النظر في تحفيز شبابها على الجهاد والشهادة. حقيقة أنا مش عارف على أي شيء استدل في فكرة تحفيز الشباب على الجهاد والشهادة، مشيرا إلى أن حديث راغب السرجاني حول السمع والطاعة يكون للقانون ولمؤسسات الدولة. هل لك رد على هذا الكلام أن حديث فاسمع وأطع ده يجب أن يكون مش حتى مش للحاكم لكن للقانون ومؤسسات الدولة في مصر يعني؟ طبعا هذا الكلام كله الذي يعني هو موجه في حق الإمام ينزل على المؤسسات الرئاسية والتنفيذية والقضائية في عصر دولة المؤسسات، ولكن هذا الحديث يعني أفضل ما قيل فيه يكون عشان تفضل وقال إنه يحمل على الأمير في الجيش في ساحات المعارك وكذا، وهو اجتهاد جيد، وأفضل منه في رأيي أنه يحمل على أن الإمام إذا كانت له مظالم أو كانت له معاصي في نفسه ولكنه لم يظلم الناس، يعني هو يظلم نفسه بأنه يعصي الله عز وجل وكذا، فلكنه مع ذلك يمشي بين الناس بالعدل ويأخذ المال من حقه أو من حله ويضعه في حقه، فهنا يؤمر حذيفة بأن يعطي المال الذي عليه من زكاة وغيرها، وبأن يسلم الإنسان نفسه للقانون إذا كان عليه حد أو غيره، ولا يفور إذا كان هذا الإمام له معاص بينه وبين نفسه. ولكن إذا تغير الأمر، خذ عندك عمرو بن العاص مثلا، عمرو بن العاص حينما كان في الطائف ذهب إليه أمير الطائف ليأخذ منه قطعة أرض، وهذا الحديث في صحيح مسلم أيضا، فعمرو بن العاص جمع ولده وعبيده واستل سيفه ليحارب هذا الإمام وقال من قتل دون ماله فهو شهيد فأنا أقاتل هذا الإمام. شكرا جزيلا سيد حامد العطار الباحث في الفقه الإسلامي، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. سريعا بعض ما أثير يعني في هاشتاج طلع على مواقع التواصل الاجتماعي اسمه فتنة السرجاني، عز الدين ديودار ده أحد الإخوان وهو مخرج بيقول للسرجاني حاول تشوف لك حديث عند أخوك برهامي يهندل لنا الحاجات دي وإحنا معاك، وسخر أيضا من السيد راغب السرجاني وقال له طير حضرتك.
عمرو عبد الهادي قيادي بجبهة الضمير في نفس على نفس الهاشتاج بيقول أظن بعد هذا المقال من راغب السرجاني أصبح كفءا لمنصب وزير الأوقاف، في حين أن الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل كتب عبر صفحته نصيحة للدكتور راغب السرجاني، قال له يا دكتور خليك أفضل في تخصصك في المسالك البولية وبلاش اجتهاداتك الفاشلة. إحنا 30 ثانية لحضرتك سريعا تعقيب أخير نلم بالموضوع. 30 ثانية. أنا أصبحت واضح الرسالة من الناس على الأرض أني بكرة لو طلع أعلم أهل الأرض واستؤنس من الانقلاب وأي قول الناس ستخفضه. كم واحد اقتنع من الناس على الأرض بكلام الدكتور راغب أو مبادرات طلعت وخرجت وزارت؟ هذا واضح أن الناس أصبحت الشعب المصري عرف طريقه ولن يستطيع أحد أن يوجهه إليه. 30 ثانية أرجوك. لا يجوز إضفاء الصفات الشرعية على الأنظمة الطاغوتية. الأمر الأخير الذي أقوله، نحن نريد أن يحكم الإسلام وليس أن نحكم نحن بالإسلام. فيما يخص المسالك البولية في تخصص الدكتور، هو كمن رأى كلية سليمة وأخرى فاسدة فقام باستئصال السليمة. شكرا جزيلا الشيخ محمد والدكتور محمد الصغير مستشار وزارة الأوقاف الأسبق، كما أشكر الشيخ عصام التنين الداعية الإسلامي. أنوه مرة أخرى أننا حاولنا التواصل مع الدكتور راغب السرجاني فشلنا في ذلك، حتى وصلنا إلى أحد المقربين فرد علينا أن الرجل لا يريد أن يخرج للإعلام بشكل عام. لا يتحل أشكركم شكرا جزيلا على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من سياسة في دين. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. اسألوا التاريخ عن عبد الناصر، عن السادات، أين هم الآن؟